بسم الله. من الحاجات القوية في الريفت واللي بتديله قوة الشيت الصغير اللي تحت دوت. الشيت ده بيتميز بالريفت عن برامج تانية كتير منافسة ليه. أول حاجة مثلا ديت بحدد بيه السكيل اللي أنا شغال بيه، سواء مثلا هشتغل 1 لـ100، ده كده كتاب 1 لـ100، 1 لـ50، بتلاقي حجم الكتاب اختلف. تمام، هشتغل مثلا 1 لـ200، هتلاقي الكتابة كبرت. تمام، ده طبعا بيديني قوة. ممكن اقول له كاستم، احط اي حاجة تانية انا جديدة، مثلا ممكن 1 لـ75 كسبيل المثال يعني. اوكي ماشي. نخش بعد كده على اللي بعد كده، اللي هي الزرار اللي بعديه، ديتيل ليفل. ده بيتحكم في كمية الديتيلات اللي انا عايزها. اول واحد دوت اقل كمية ديتيلات موجودة. تمام، يعني حتى هتلاقي الصاج اتحول لسنجل لاين. تمام، ممكن اخش على مستوى ميديم، بيديني تفاصيل اعلى شوية. بعد كده فاين، ده بيديني اعلى تفاصيل ممكنة للمشروع كله. تمام، اخش بعد كده على موديل جرافيك، بلاقي عندي واير فريم. ده بيفيد ان انا بشوف كل حاجة اللي تحتيها، يعني لو انا في الدور التاني اشوف اللي تحتيه كمان. انا بطلع الدور التاني والواير فريم، لو في حاجة تحتيها اشوفها. تمام، لو انا دخلت بعد كده للشادنج، ده بيديني حاجة مظللة بس للأسف بيلغي الحدود، وده طبعا بيديش منظر جميل. فانا بختار شادنج ويز ايدج، ده بيديني منظر حلو وبيديني ظل كل حاجة ومديني الحدود. لو انا بقى عايز اظهر الظل، طبعا كان بياخد وقت جامد جدا في 3 دي ماكس او في اي برنامج تاني. لا، هنا بسيطة جدا، الشادو بقول له شادو اوف او شادو اون. شادو اون جاب لي الظل كأن في مصدر ضوء. طب انا عايز اغير مكان مصدر الضوء دوت، بسيطة جدا، اجي في الشادو جرافيكس ديسبلاي اوبشن، واشوف انا عايز مثلا، لا مش من توب رايت، لا من توب ليفت، عايز في شمس يبقى موجودة، عايز الشمس دي وقتها تبقى قد ايه، لا عايز الظل يبقى تقيل شوية. اوكي، اديني اتحكمت فيه، نقلت الظل مكانه، الغي الشادو. تمام، نخش على بعد كده، بسم الله نخش على اللي بعديه. بلاقي حاجة اسمها شو كروب ريجن، لما ادوس عليها بيظهر لي حدود للوحة. طب ده بيفيد في ايه؟ بيفيد ان انا ممكن عايز اشتغل في جزء صغير من اللوحة، يعني عايز مثلا اشتغل في السلم دوت او في الحتة دي كده. تمام، بقيت اللوحة مش محصلهاش حاجة، لا بس عايز اركز في اللوحة ديت بحيث ان انا ما ياخدش وقت جامد في الريجن وفي الريندر، ما ياخدش وقت كتير في ان يحمل اللوحة. عايز اوسع عادي، بتوسع عادي. تمام، عايز اخفي الحدود ديت، بخفي من هنا هايد كروب ريجن، خلاص اخفى الحدود. عايز اظهر بقية اللوحة، الزرار اللي جنبيه دو نوت كروب فيو، بيظهر اللوحة كاملة. يعني ده مهتم بالحدود، ده مهتم باللوحة نفسها. ماشي.